الزمالك واحد والبنك الاهلي واحد. تصويبه صرخه، جول 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 جول، يا الله يا الله، التصويبه التصويبه، شيكا شيكا شيكا، محمود شيكا بيلا يسجل يا سيده الهدف الثاني، هدف التقدم، هدف الفوز الغالي اليوم على البنك الاهلي. محمود شيكا بيلا يخطف الهدف الثاني، هدف التقدم. الزمالك يا ساده النهارده في لقاء اليوم رافع شعار المستحيل، ليس زملكاوي، والزمالك اليوم بعد ما كان متاخر بهدف واحد مقابل لا شيء، باصرار وعزيمه وروح قتاليه عاليه قدر يحول تاخره من 0-1 الى تقدم غالب 2-1. شيكا يا شيكا يا شيكا، متع الناس متع الناس، فرح الناس. محمود شيكا بيلا، تصويبه صاروخيه روعه على مين؟ الحارس ابو جبل عشان الزمالك يعملها ويسجل الهدف الثاني، هدف التقدم، ده في الدقيقه 90 من نهايه المباراه. منتهى الاصرار والحماس والعزيمه والروح القتاليه العاليه، دي سمه موجوده في اداء الزمالك في هذا الموسم، شفناها في لقاء السبت الماضي، شفناها في لقاء السبت الماضي.